أنا وانتهى، لدي تقرير خاص جداً على الطقس. من أعلى هناك إلى أسفل هنا، كل شيء مختلف ومتغير. دعونا نلقي النظرة على توقعات العام 2050. ستؤثر موجات الحر على 94% من الأطفال، مما يجعل اللعب في الخارج شيئاً من الماضي. لكن لا تقلق، لا تزال هناك فرصة للسماء الصافية. سنبقيكم على الاطلاع بينما نجد حلول للمشكلات. إنه ليس مجرد تقرير عن الطقس، إنه مستقبلنا.